السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. النهاردة هنبدأ مراجعات الأحياء، الأسئلة المهمة والحاجات اللي بتيجي كتير في الامتحان. أول حاجة ممكن نتخيلها وممكن بتيجي كتير، الوحدة التركيبية، الوحدة البنائية أو التركيبية للبروتينات، مهمة في الامتحانات، مهمة جدا. وبيقول لي ما اسمها، مش هعمل رسمتها بس، ما اسمها، الاسم بتاعها ايه؟ طبعا الاسم بتاعها الحمض الأميني، الحمض الأميني. تركيبة الحمض الأميني ذرة كربون وفي أربع روابط، في COOH مجموعة كربوكسايل وهي مجموعة حامضية أو حمضية، الاتنين صح، مجموعة أماين أو أمين بنطقوها أحيانا كده، مجموعة أماين أو أمين وهي مجموعة قاعدية. لازم الكلام ده يتكتب في الرسمة بتاع الحمض الأميني. الحمض الأميني مطلوب كتير كتير أوي في الامتحانات. الوحدة التركيبية للبروتينات، هنا ذرة هيدروجين فوق واكتبها كده ذرة هيدروجين، هنا مجموعة ألكايل، مجموعة ألكايل هناخدها إن شاء الله في تالتة ثانوي في الكيمياء العضوية. يبقى الوقت هنا أربع حاجات مع الأربع روابط بتوع ذرة الكربون. السؤال الثاني المهم جدا جدا وبيجي على طول، الوحدة البنائية برضو لمين؟ البنائية للأحماض النووية، للأحماض النووية. نركز أوي في الأسئلة ديت، هيقول لي برضو ما اسمها، اسمها ايه؟ مش هرسمها بس. طبعا الاسم هنا نيوكليوتيدا، نيوكليوتيدا. النيوكليوتيدا رسمتها، الرسم التخطيط بتاعها سكر ريبوز، نعد كده ذرات كربون ونعملها بالراحة كده عشان تبقى واضحة. يبقى ذرات الكربون متوالية ونرقمها، دي رقم واحد رقم اتنين، ونعمل دوائر على الأرقام أحسن عشان ما نخبطش نفسنا. دي رقم تلاتة، دي رقم أربعة، وعند أربعة قفلنا الدايرة. بعد كده بنيجي عند رقم ايه؟ خمسة. طب رقم واحد في قاعدة نيتروجينية، قاعدة نيتروجينية بتختلف بقى من الدي ان ايه للار ان ايه، وهنا مجموعة الايه؟ الفوسفات. وكان في هنا سؤال في الاسئلة الاسترشادية، وبعض الطلبة بعتم وقالوا سكر دي اكسي ريبوز في الدي ان ايه، تمام، ولكن النيوكليوتيدا بصفة عامة بتختلف القواعد النيتروجينية من الحمض الدي ان ايه للار ان ايه. يعني ممكن السؤال يكون مظبوط لان بعض الناس بتشكك في السؤال اللي نازل في الاسترشادية، ولكن ممكن يكون صح. يبقى انا سكر ريبوز، نشوف المكونات كده، سكر ريبوز هنا قاعدة نيتروجينية. لو رقمنا بقى بمثلث كده، تتكون النيوكليوتيدا من ثلاث حاجات، قاعدة نيتروجينية، سكر ريبوز رقم اتنين، رقم تلاتة مجموعة الفوسفات. ده اول سؤال بعتبره من الاسئلة المهمة في الاحياء. السؤال التاني اللي بيجي لي على طول، اذكر مكان ووظيفة كلا من. شوف السؤال مطلوب ايه؟ حاجتين، مكان ووظيفة. طب المكان ووظيفة ايه بقى؟ اول حاجة مهمة جدا جدا وبتيجي على طول في معظم المحافظات والامتحانات، الاقراص البينية، لان في ناس بتقراها لغاية الوقت البنية، البينية. هي الاقراص البينية موجودة فين؟ في عضلات القلب، يبقى ده مكانها. طب وظيفتها تجعل القلب ينتظم او ينبض، الوظيفة بتاعتها بقى تجعل القلب
ينبض بصورة طبيعية أو منتظمة كوحدة واحدة، كوحدة واحدة. ده أول سؤال مهم جدا في مكان ووظيفة، الأسئلة اللي بتتكرر كتير في الامتحانات. طيب رقم اتنين، رقم اتنين، أذكر مكان ووظيفة كل مما يأتي: البلاستيدة الخضراء، مكانها فين؟ في النبات، الخلية النباتية. يبقى في الخلية النباتية فقط، ده مكانها. وظيفة البلاستيدة لها دور هام في عملية البناء الضوء. مهم السؤال بتاع البلاستيدة الخضراء. ممكن يقول لي: ما دور أو مكان الكوليسترول في الغشاء البلازمي؟ في الغشاء البلازمي، هو الكوليسترول دوره ايه في الغشاء البلازمي؟ معروف ان الكوليسترول من الليبيدات، وده درسناه في الليبيدات، وقلنا الكوليسترول من الليبيدات الايه؟ المشتقة. يعني ايه مشتقة؟ الناتجة من الليبيدات البسيطة والليبيدات المعقدة. طيب دوره ايه؟ ليه دور؟ يجعل الغشاء البلازمي، يجعل الغشاء البلازمي متماسكا. طيب رقم اربعة، الجسم المركزي. الجسم المركزي، وممكن يقول لي: السنتروسوم. سنتروسوم، الجسم المركزي او السنتروسوم طبعا في الخلية الحيوانية فقط، حيوانية فقط. أهميته، أهميته له دور هام في عملية انقسام الخلية، له دور هام في تكوين الأصوات والأهداب. طيب في أسئلة مقارنة جميلة، قارن، قارن في جدول بين العظام والغضاريف. أنا جايب السؤال ده لأنه مش مكتوب صراحة في الكتاب، ولكن استنتاج، يعني بنستنتجه من الكلام اللي موجود عندنا في المنهج. العظام بنقول أكثر صلابة، أكثر ليونة. طبعا نلاحظ قوي المدى أو الفرق ما بين إيه الاثنين. المفروض نقول أكثر صلابة، المفروض في الغضاريف نقول إيه؟ أقل صلابة. لا، ده هو عدى مرحلة الصلابة واتلاشت خالص، والليونة بدأنا فيها وبقت أكثر ليونة. نمرة اتنين، به مادة الكالسيوم، ساعات بنقولها الكالسيوم، الاثنين صح، حاجات اللي بتتقال بنطقين بقولها. به مادة الكالسيوم أو الكالسيوم، هنا تخلو من الكالسيوم، تخلو من الكالسيوم أو مادة الكالسيوم. نمرة ثلاثة، العظام معروف الأمثلة بتاعتها: عظام اليدين، عظام القدمين، عظام الرقبة، وساعات بنقول عليها الجزع، الجزع. طيب هنا الأمثلة: غضاريف بين فقرات العمود
الفقر؟ سؤال مهم بصراحة. طبعا لو حبينا نرسمها مفيش مشكلة، بنرسم ثلاث دوائر كده، والدوائر ديت طبعا دي كان لها رسمة واضحة جدا في السنوات اللي فاتت، ولكن إلى حد ما الرسمة يعني أصبح تم اختزال فيها حاجات كتير. فديت العظام بهذا المنظر، الغضاريف بهذا المنظر. طيب السؤال المهم جدا برضو بنستنتجه من المنهج، قارن في جدول بين الخلايا الغربالية والخلايا المرافقة. طبعا دي نسيج نباتي، اللي فوق كان نسيج ايه؟ حيواني، ضام هيكلي، يعني هنا نسيج ضام هيكلي بين قوسين الأنسجة الايه؟ الحيوانية. حاجات مهمة برضو نعرف احنا بنعمل ايه وبنشتغل ازاي. الخلايا الغربالية والخلايا المرافقة، طبعا عشان اعرف اقارن برسم رسمة صغيرة كده، والرسمة دي مكررة علينا بالمناسبة. ادي الخلية الغربالية، الخلية المرافقة، ادي الخلية الغربالية واحدة كمان. الخلية الغربالية واضح جدا ان هي اسطوانية رفيعة، هنا اسطوانية ايه؟ كبيرة. في هنا خلايا تشبه الغربال او صفيحة تشبه الغربال، المنخل اللي فيه ثقوب. يبقى ده مقارنة استنتاج من الرسمة ومن الكلام، مش موجودة صراحة في كتاب ولا في ملخص. يبقى الخلايا الغربالية بنقول رقم واحد اسطوانية كبيرة. ممكن تيجي المقارنة، بالمناسبة ده اسمه قطاع طولي، قافطة في اللحاء، لان احنا بنتكلم الوقت على مين؟ على اللحاء. وهنشوف اللحاء والخشب الوقتي مكانهم فين، لان لازم نعرف مكانهم في النبات، فانه مكانه في ان جزء في النبات، ووظيفة بتاعت اللحاء ووظيفة الخشب. اسطوانية كبيرة، هنا قصادها اسطوانية صغيرة. نمرة اتنين، ليس بها نواة او لا يوجد بها نواة. لا يوجد بها نواة. دي طبعا قدامنا بها نواة. يبقى البيانات اهي، هنا نواة، هنا صفيحة غربالية. تلاتة، بها صفيحة تشبه الغربال. هنا لا يوجد بها صفيحة غربالية. مقارنة جميلة ومهمة. ان شاء الله في الحلقات القادمة هنبدأ نكمل بقية الاسئلة. ما تنسوش الاشتراك معنا في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم، وتعرفوا زمايلكم عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.